يا عيني عليك عدولة، الله يرضى عليك. الله يوصيك، مثل ما قلت لك بيت الجديد ما حد انا ساكن سر سر بالاسرار الحكومه، ما بتجيب سيره دم حدا ابدا ابدا ابدا. فكره معينه، بس لي طلب صغير عندك. ولا هو تفضلوا سيدنا تفضلوا. اخي اسعد، يا ريت يعني ما كل شغله هيك تتحشى فيها للحكومه دحش، ماشي؟ لك مزبوط، انا ما قصدي، بس انا يعني بحب الحكومه كثير كثير. معقول يكون انا قصدي انه ضر الحكومه لا سمح الله؟ شو عم تحكي انت؟ لك يا اخي بعرف انك مواطن شريف عفيف صالح، ما صالح تاع الدكان كويس يعني، بس انت شو بصير معك؟ يعني بتيجي لتحكي حديث بتقوم تدخل بحديث ثاني بتقوم بتضر حالك. يا خيو، من اخر تأثيرة الحكومه لا بقى تجيبها علي. ما علي، اول شيء ما كنت فهمت عليك، بس هلا فهمت عليك. ماشي. يا والله تعودنا على هذا البيت يا صهري، صرنا نعرف كل شيء فيه، المكدوسات وين، الزيتونات وين، بعدين لي ذكريات بهذا البيت ولا؟ لك خلص ولا اخوي، على القليله هنيك مفاوح مثل جوده بينزع لنا صباحنا بس نفيق ومسانا قبل منا. ليش حتى وقت كنا نايمين كان يتركنا لعبه في عيونه مثل الجني كان يطلع بالمناعم. روح يا روح، ما في هذا النمس، روح. يلا تشبسوا. تشبسنا. خلصوني هذا عاد برضو وصيك ها، ما بتجيب سيرة لحدا، فهمت؟ يلا عم اهلك اخوي. هي عم اهلي، ما بتعمل الا اللي بعقلك يا صهري. قلت لا، ليش مين رجال بهالبيت، انا ولا مديعة؟ بالحشا حلو هالبيت، كأنه فيلا. حلو ولا ما حلو؟ لك مسكن براس الجمل بلا عادي، المهم خلص هذا اوكي. العم في عيونه شو حالوش.